معانا النهارده 3 ترندات، ترند اهلي وترند محلي وترند عالمي، وفقره سكايب ان شاء الله هتكون مفاجاه لكل المشاهدين، فيها معلومات كثيره جدا وان شاء الله بنحضر لكم فيها مفاجات رائعه بالنسبه لكل جمهور النادي الاهلي. لكن بسرعه نروح لعناوين الحلقه وثلاث ترندات النهارده اللي هنتكلم فيهم اهلي ومحلي وعالمي. في ترند الاهلي، الاهلي يطلب مواجهه الوداد على استاد القاهره. اما الترند المحلي، الدوري المصري يعود غدا. وفي الترند العالمي، نجوم الرياضه يتضامنون مع لبنان.